بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، وعظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة عليها السلام. كثير من الأخوة والأخوات يبعثون برسائل حول قضية كيفية الوقاية من السرطان أعاذنا الله وإياكم منه، وكذلك يعني الأمراض الخبيثة، وخصوصا نحن نعيش في بيئة غير نظيفة مطلقا، لا يسلم منها أحد، لا الكبير ولا الصغير. ولذلك يعني يقولون: ما رأي أهل البيت عليهم السلام في هكذا موضوعات؟ ما هو علاج أهل البيت؟ كيف يعني يقون أنفسهم من تلك الأمراض الخبيثة؟ علماؤنا الأعلام المختصون في طب أهل البيت عليهم السلام يقولون بأن هناك فيروسات يلتقطها الجسم من الهواء، وهذه الفيروسات تعتبر خطيرة ولكنها ذكية بنفس الوقت، فهي تخفي نفسها في الجسم ولكن لا تظهر أعراضها على الجسم، وهي تنتظر أمرين من جسم هذا الشخص: أولا قلة المناعة، وثانيا الكبر في السن. فإذا ما قلت المناعة تنشط هذه الخلايا وتسيطر على الجسم، وأول علاماتها بأن تجعل فيه سرطان أعاذنا الله وإياكم. كذلك إذا كبر الإنسان في العمر وتبدأ يعني الأعضاء الوظيفية في الجسم تضعف إلى غير ذلك، فهي تنشط فورا أيضا وتقوم بالهجوم على الجسم كله وتحوله إلى يعني أعاذنا الله وإياكم من هذا الأمر كأنما غدة سرطانية عملاقة. فكيف الوقاية من هذا الأمر في مذهب أهل البيت، في طب أهل البيت عليهم السلام؟ علماؤنا الأعلام يقولون بأن الإمام علي عليه السلام كان يعمل على ذلك منذ 1000 سنة وأكثر، قبل 1000 سنة وأكثر عفوا، عندما كان يأكل خبز الشعير مع ملح الجريش، الملح الطبيعي. حاول أن تحصل على الملح الطبيعي. حتى في الطب الحديث الآن تجدون بأن العلماء يوصون في مسألة الحصول على الملح الطبيعي وجعله كغذاء أساسي ويومي لقتل الفيروسات الخاملة في الجسم مهما يلتقط الجسم من فيروسات من الهواء، وخصوصا في الأوبئة، خصوصا في انتشار الأوبئة. لذلك الملح الذي كان هو طعام علي بن أبي طالب، ملح الجريش وكذلك خبز الشعير، كان يلعب دورا كبيرا، ليس بعيدا عن ملح عن خبز الشعير، هو استخدام الملح الطبيعي، ملح اليود، ملح طبيعي، او حاول قدر الامكان ان تحصل على ملح طبيعي وان تجعله في حياتك اليوميه. فهذا ولو قلت مناعه الجسم ولو كبرت في السن فهو يقضي تماما على الفيروسات الخامله في الجسم ولا يجعلها تنشط أبدا لأنه يمحوها تماما. هذه طريقة نافعة جدا كي لا يصاب الإنسان لا سمح الله بالأمراض الخبيثة، وخصوصا نحن نعيش في زمن يعني وفي بلدان مع الأسف تعيش بيئة غير نظيفة غير صحية إطلاقا. وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى برنامج صباحات الأيامين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.